أنت لك ساعة تسولف وأنا أسمعك. خلني أعيد اللي قلته أنت بس بطريقتي. تفضل. أنت روبوت جاي من المستقبل بعد ما جفت كل المياه اللي في العالم، وجاي تعرف وش سوى البشر وتسببوا بالكارثة. أيوه بالضبط. عجيب. طيب في كوارث ثانية؟ إيه، كارثة إني طحت بسطح بيتكم وتكسرت وماني قادر أصلحني. أشوف. ترى ما قلت لي اسمك. أنا الروبوت HR1S. وش ذا الاسم الصعب والطويل؟ دقيقة بعطيك اسم أسهل أناديك فيه بما أنك بتكون ضيفي وتجلس معاي. أجلس معك؟ مستحيل، أنا حريص أني أخلص مهمتي. بالضبط، أنت حريص. إيه حريص أخلص المهمة. لا، قصدي أن اسمك بيكون حريص. وش ذا الصوت؟ هذه العصافير. لا لا، هذا صوت مختلف. أوه، هديل مرة ثانية، شكلها ناسي الحنفية. دقايق أشوفها وارجع لك. قفلت الحنفية بس ما أدري شو فيها الموية تتسرب. وين أبوي وأمي؟ خلنا نقول لهم. أمي عند الجيران وأبوي لسه ما جاء. الحنفية يبغالها تصليح، والصيانة الدورية لحنفيات المياه وتصليحها واحدة من أهم طرق ترشيد المياه. مو قايل لك تنتظرني بالغرفة؟ برجع، بس خلني أصلح الحنفية بالأول. مين ذا؟